والله العظيم انت عايز تدفعني على الدرس عشان زميلتي. ايوه. قلت لنا حاجه النهارده. عشان الدرس النهارده جديد. اه. طب يلا. ورا ابو خالد واتصل على محمود شوف هو عايز ايه. يلا. نحن نطلب على الخروج. ده احسان. حش القفص دون. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. انا قلت لما السمان يجي هعمل له اوريه لكم البث الحي من على الهواء مباشرة من قلب صيدلية التوحيد. بسم الله ما شاء الله السمان اهو حاجة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله والله جميل جدا اهو 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 سمان اهو حاجة بسم الله ما شاء الله بكام بقى؟ بكام؟ بكام السمان؟ بتلاتة جنيه بتلاتة جنيه بس المكان المكان الجمالية الجمالية والمنزل الجمالية ده أهلية والمنزلة ده أهلية الجمالية أمام مدخل حي البستان جنب السلخان والمنزلة حي السلام بجوار مدرسة علي السود جوار مدرسة علي السود بتلاتة جنيه يا جماعة السمان تلاتة جنيه بس اهو ما شاء الله ما شاء الله مية المية سمان 15 يوم بتلاتة جنيه والابيض بتمانية جنيه والفلفل ديوك تسعة ونص في يوم اربعة في يوم اربعة جميز اربعة ونص بلدي تلاتة ونص بط مصرف ومولر ب 13 جنيه والمولر اهو المولر اهو ب 13 جنيه 13 جنيه اه بسم الله ما شاء الله حاجه ممتازه كام 13 جنيه يا جماعه 13 جنيه والروم الاسمر ب 19 جنيه والبط البيور الالماني ب 11 جنيه هو لسه جاي في الطريق يلا شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.